استاذ مدعسي كل عام وانتم بخير. بالصحه والسلامه. ماذا ستقدم للمصريين مأساة المصريين في السعوديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشكله المصريين المعتمرين في السعوديه هي مشكله متجدده كل عام، لا ولم تتدخل فيها السلطات المصريه بمنظومه عمل ترفع من كرامه المصريين في اثناء عودتهم من السعوديه وتيسر لهم عودتهم في رحلات العمره خاصه. لكن المشكله السنه دي زادت بصوره فجه جدا، والشكوى كانت كالسيل من سوء المعامله داخل مطار صاله الحجاج بالمملكه العربيه السعوديه، والشكوى كانت من سوء معامله شركه مصر للطيران، والشكوى كانت من سوء معامله شركه طيران السعوديه. للاسف الشديد الف ب ان معلوم ان في رحلات في العوده وخاصه بتكثر في اخر يومين من شهر رمضان، وبتكثر في اول يومين او الايام الاولى من العيد. اعتقد ان دي مساله معلومه مسبقا، وكان ينبغي الاعداد لها باستئجار طائرات كي تتوافق مع رحلات العوده وتنظم رحلات العوده. لكن وجود المصريين بهذا الشكل السيء وتكدسهم في المطار ونومهم في المطار لمده 3 أو 4 أيام بالالاف بدون ما يسال عنهم السفير المصري ولا القنصل المصري، اعتقد ان دي وصمه عار في جبين الخارجيه المصريه، وده استمرار لانتهاكات حقوق الانسان المصري بالخارج، واستمرار لسياسه ابو الغيط، واستمرار لسياسه حسني مبارك ما كان ينبغي لها ان تكون في ظل عهد جديد وثوره جديده رفعت شان المواطن المصري. فانا بطلب تدخل وزير الخارجيه المصري مع السفير المصري في السعوديه، ولابد من اقاله هذا الوزير لان الشكوى تعدلت منه، سواء بالنسبه لمستوى العماله هناك وشكواهم عمال المصري، او بالنسبه للمعتمرين، او بالنسبه للمصريين الموجودين في السجون السعوديه. اما مشكله الطيران السعودي او المعامله من السلطات السعوديه، وما وصلنا من شكاوى في لجنه عام حقوق الانسان بان هناك من صرح بان هذا المعامله ردا على محاكمه الشعب المصري لحسني مبارك، اعتقد ان ده تدخل في شان داخلي، واعتقد ان المساله يعني مش عايزين نصعد لهذه الصوره، وان وصلت لهذه الصوره فانا يعني ببعت رساله لكل انسان خارج مصر ان هذا شان داخلي لا علاقه لاحد به. حسني مبارك اساء للشعب المصري، ظلم الشعب المصري، قهر الشعب المصري، سرق الشعب المصري 30 سنه متواصله، لم يسرق شعب غيره، وضع كرامه المصريين في الحضيض، اضعف موقف مصر الخارجي في معاملاته مع الدول العالم كلها. فحسني مبارك محاكمته يحق للشعب المصري ما ينبغي لاحد في اي مكان خارج مصر ان يتدخل فيها مطلقا. وانا بكرر طلب الوزير الخارجيه المصري باقاله السفير المصري لتعمده اهمال شكاوى المصريين على كافه المستويات. المساله الثانيه لابد من فتح تحقيق عاجل مع شركه مصر للطيران بسبب سوء معاملتها للمصريين وسوء تنظيم رحلات العمره، وفتح تحقيق مع الشركه السعوديه بسبب ايضا سوء تنظيمها لعوده المعتمرين المصريين. شكرا استاذ ممدوح. شكرا.